الأرصاد بتكشف تفاصيل تعرض البلاد لحالة غير مستقرة يوم 27 نوفمبر. اشمعنى 27 نوفمبر؟ ايه اللي هيحصل يوم 27 نوفمبر ده؟ تعالوا نروح لدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد. مساء الفل دكتور محمود. أخي يا محمد، أهلا بحضرتك يا فندم. هو في حاجة هتحصل يوم 27 نوفمبر يعني؟ لا مفيش حاجة. طيب قول لنا الأرصاد يعني وضع الطقس خلال الأسبوع القادم بإذن الله. إن شاء الله على مدار يعني هذا الأسبوع، يعني المنتصف الأول من هذا الأسبوع، استقرار في الأحوال الجوية، طقس يعتبر مشمس خلال فترات النهار، درجات حرارة على شمال البلاد بتتراوح من 26 ل 27 درجة نهارا ليلا. نهارا طبعا، فترات الليل درجة الحرارة الصغرى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح من 16 إلى 17 درجة، فده الفارق الكبير اللي بين العظمى والصغرى اللي بيزيد أحيانا في بعض المحافظات عن 10 درجات مئوية، ده اللي بيخلينا نكون حذرين شوية في فترات الليل وإحنا راجعين متأخر البيت بالليل أو خارجين الصبح بدري، لازم يكون معانا طبعا جاكيت يحمينا من انخفاض درجات الحرارة في هذه الأوقات. بالإضافة إلى ظاهرة الصبور المائية بتتكون بعد الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 7-8 صباحا، الحمد لله مش كثيفة، مش هتأثر على حركة الطرق، لكن هتكون في شبورة في أمطار خلال الأسبوع القادم؟ النص الثاني من الأسبوع يكون في فرص سقوط أمطار، الأمطار يوم الثلاثاء على مناطق من ثلاث الجبال البحر الأحمر عند حلايب شلاتين مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر يعني. يوم الأربعاء ممكن تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية يكون فيه انخفاض جوي، انخفاض الجو العليا وعلى سطح الأرض بيتسبب في سقوط أمطار، لكن الأمطار طبيعية، أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من سواحلنا الشمالية زي ما شفنا كده على اسكندرية وبعض المحافظات سواحلنا الشمالية الأسبوع الماضي. فإن شاء الله الأجواء ما فيش حاجة تخوف أو ما فيش حالة قوية من حالات عدم الاستقرار العنيفة اللي ممكن نقلق منها أو اللي بيتم تداولها على صفحات السوشيال ميديا أو على صفحات التواصل الاجتماعي. ما فيش حاجة إن شاء الله، وأجواء تكون طبيعية، ما فيش أي ظاهرة جوية حتى أو عنيفة ممكن نشاهدها على مدار هذا الأسبوع. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد.